هل سيكون شهر رمضان مرحلة نقلة، مرحلة أوبة، مرحلة توبة، مرحلة رجوع إلى الله، إلى الذي خلقك؟ يا أيها الإنسان، الله يقول يا أيها الإنسان، من الإنسان أنا وأنت؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ من الذي غرك؟ من الذي غرك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجاء شهر رمضان، استثمره ما استطعت، سابق إن كنت من أهل السبق، بادر، استثمر. لا أقول الأيام والليالي، بل ولا أقول الساعات، وإنما استثمر الدقائق والثواني، واقترب من الرحيم الرحمن. جاء هذا الشهر المبارك، لذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا أقبل رمضان كان يقول، والحديث صحيح، يا باغي الخير أقبل، فرصتك أن تنقذ نفسك من النار، فرصتك أن تزحزح من النار إلى الجنة، من النار إلى الجنة، فرصتك، يا باغي الخير أقبل. فهذه فرصة تجارية دينية أخروية، فرصة، يا باغي الخير. لماذا؟ لأن الشياطين كما قال عليه الصلاة في الحديث الصحيح المتفق عليه، سلسلة. الآن الشياطين تعبد، الآن تستثمر، الآن تستعد لتعمل أعمالا لا يمكن أن تعملها في رمضان، لأنها ستسلسل. أبواب الرحمة تفتح، أبواب السماء تفتح، أبواب الجنة تفتح، أبواب النار تغلق. يعني ما للإنسان عذر؟ أقبل على الله. وتقبل على من؟ تقبل على أبيك، تقبل على أمك، تقبل على زوجتك، تقبل على أخيك، ولله المثل الأعلى، تقبل على ربك، تقبل على ملك الكون، ملك الجنة، ملك النار، ملك العرش، ملك السماوات، ملك الأرض، ملك الجن، ملك الملائكة، ملك الإنس، تقبل على ربك. أي فضيلة أنت فيها وأنت تقبل على الذي أوجدك وأبدعك وفطرك وأعطاك؟ من الذي خلق سمعك؟ من الذي خلق سمعك؟ الله. من الذي خلق بصرك؟ الله. من الذي خلق فؤادك؟ الله. من الذي جعلك إنسانا؟ ما جعلك قردة، الله سبحانه وتعالى، ولا جعلك خنزيرا، ولا جعلك صرصورا، الحمد لله، ما جعلك حشرة، جعلك إنسانا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وارسل لك الرسل، ومنحك الفطرة، والهمك التقوى. فجاء هذا الشهر وهو نفحة من نفحات الله، فتعرض لنفحة الله إن كنت تريد الجنة. لو أن امرأة من أهل الجنة تواصل، بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير، حياكم الله، جزا الله
شيخنا معلمنا معلم الخير أحسب الله حسيب الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى خير الجزاء وأثاب الله على هذا النصح الصادق نحسب الله حسيبه نفعنا الله وإياكم به نفعنا الله وإياكم به نفعنا الله وإياكم به أحيا الله قلوبنا وقلوبكم جعلها ممن تقبل الحق جعل الله من تقبل الحق سيواصل الشيخ أنا سأرجع في آخر المصلى حتى ينصرفون الأخوان الذي عندهم أعمال وأنصح نصيحة محب الهدوء والاستماع والسكينة حتى تنتفعوا بحديث الشيخ والشيخ سيستمر إن شاء الله ويحتسب هذا اليوم عند الله حتى ننتهي وبعد حديث الصيام وما ذكر وقد أجاد وفاد البارح في ما بين من فضل الصيام وثوابه عند الله عز وجل حديثين رأني يأخذ أحدهما يشرح شرح الله صدره وفتح الله على قلوبنا جميعا للانتفاع به حديث الأول حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام أحمد رحمه الله قال أوصاني خليلي بسبع وفي أثر أمرني خليلي بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر لمن هو دوني ولا أنظر لمن هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وأن أدبرت وأمرني أن لا أسرحت شيئا وأمرني أن أقول الحق لو كان مرا وأمرني أن لا تأخذني في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنك كنز من تحت العرش والحديث الآخر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام أضمنوا لي من أنفسكم ست أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حددتم أوفوا إذا وعدتم أدوا إذا أؤتمنتم غضوا أبصاركم احفظوا فروجكم كفوا أيديكم الأمر الآخر أيها الأحبة نحن في مجلس ذكر منذ الفجر حتى هذا الوقت وقد ورد ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز وذكر الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترغيب عدة أحاديث عدة الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر وجلس في مصلى يذكر الله حتى تشرق الشمس أو صلى الغداء حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين كتب له أجر حجة عمرة تامة 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 متقبلة فأنت على نية أنك جالس تذكر الله والاستماع إلى العلماء ومجالس الذكر هو ذكر الله عز وجل الإنسان إذا استمع إلى ذكر أو هو ذكر أو استمع إلى القرآن أو هو قرأ القرآن هو ثواب الثواب بس بشرط أن يكون مقلبه مقبل على هذا الذي هو فيه واليوم هو أول أيام الثلاث البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهو صيام نافلة يشرع الإنسان أن يصومه يجوز أن يصومه ولو في أثناء النهار إذا ما تناول شيء بعد الفجر فاحتسبوا صوموا هذه الأيام أيام البيض كان النبي يحافظ عليها في سمره وفي حضره وصام النبي شعبان كله كما ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها وكما ذكر ذلك أيضا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما شعبان كان النبي يصوم عليه الصلاة والسلام أما يصوم كله أو يصوم جله فصوموا من هذا الوقت إن الصيام والحمد لله اليوم ونحن نمشي بعد الفجر وراجعين من الحرم كأننا في الشتاء الجو بارد لا يكلف والنهار قصير ما في كلفة لكن الكلفة الحاجة الهمة تكون عند الإنسان همة عالية وليبتغي ما عند الله وقد جاء في الحديث من صام ثلاث أيام أو قال صيام ثلاث أيام من كل شهر يذهبنا وحل الصدر ومن صام يوم في سبيل الله كما سمعنا الحديث البارح بعد الله بينه وبين وجهه وبين النار سبعين خريف وفي الحديث الآخر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله وختم له دخل الجنة إذا صمت أنا وأنت هذا اليوم ومتنا من هذا اليوم الجنة مضمونة بإذن الله من صام يوما في سبيل الله وختم له يعني مات من هذا اليوم في هذا اليوم الذي صمت فيه وهو لا يبتغي الصيام إلا وجه الله أدخلها الله الجنة فكن على ذلك جاهد نفسك اللقاء بالله قريب نفذ الله في وقت قريب لا تظن بعيد سأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة فأرجو يا أحبابي الإنصات والهدوء والسكينة ننتفع من حديث الشيخ وكذلك ما يكون فيه يعني لغط يذهب عنكم بركة وأجر ثواب الاستماع رضي الله منا ومنكم وصلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأعتذر من قطعة حديث الشيخ، أعتذر منه ومنكم، بارك الله فيكم.